السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا في درس جديد من دروس فيصل طارق التعليمية. النهاردة هنتكلم عن حل مشكلة تحويل ملف البي دي اف لوورد، ولدايما بعد التحويل الكلام بيطلع متلخبط وداخل في بعضه، فالنهاردة هوريكم حل المشكلة دي. بس قبل ما أبدأ شرح الدرس ده، ياريت تعملوا لايك على الفيديو واعجاب بالصفحة، وكمان ادعموا الصفحة عشان توصل ل10,000 متابع، وعشان تشجعوني انزل كل جديد ومفيد على صفحتي، صفحة فيصل طارق تعليمي. ويلا بينا نشوف شرح الدرس. دلوقتي هنشرح لكم حل مشكلة لخبطة الحروف بعد تحويل ملف البي دي اف لوورد. دلوقتي ده ملف بي دي اف هنحوله لملف وورد، وهنشوف بعد ما يتحول هنعمل له ايه. هنروح على جوجل وهنكتب سمول بي دي اف، وندخل على الموقع. بعد كده هنختار الخيار تحويل البي دي اف الى وورد ونضغط كليك. هنختار الملف اللي حاطينه احنا على سطح المكتب، هو ده، وهيبدأ يحمل الملف زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هيديك اختيارين، هتختار الخيار ده. هنختار الخيار ده وندوس على حدد خيار. هيبدأ يحول ملف البي دي اف لملف وورد. هنيجي ندوس على كلمة تنزيل، هيبدأ ينزل الملف. هنروح عند الملف، ادي الملف اللي حوله من بي دي اف لوورد زي ما انتم شايفين. المشكلة اللي دايما بيقع فيها كتير من الناس ان الكلام بيطلع متلخبط وداخل في بعضه، وده اللي بيضايق كتير من الناس. المرة دي هوريكم حل المشكلة دي، فتابعوا معايا الخطوات. هنروح على سطح المكتب وندوس كليك يمين، ونروح عند نيو ونختار تكست دوكمنت ونفتحها. وقبل اي حاجة، هتروح عند فورمات وعند فونت، وهتكبر الخط وهتخليه مثلا 24 وتقول له اوكي، وهنيجي نحطها على جنب كده، وهنيجي نحط ملف الوورد اللي عملناه برضو على الجنب التاني عشان هنشوفه هنوريكم هنعمل ايه. هنبدأ بالاولاني، هنظلل عليه وناخد كوبي، ونروح عند التاني وندوس بيست. هتلاقي الكلام رجع لأصله. هنظلل عليه تاني برضو ده، وناخد كوبي ونيجي هنا ونعمل له بيست. زي ما انتوا شايفين الكلام رجع لأصله. الموضوع بس هيكون موضوع تنسيق فقط. هننزل على الصفحة اللي بعديها نفس القصة، هنظلل عليها وندوس كوبي، ونفس القصة هنمسح دي، معلش هنمسح دي وندوس بيست. الكلام برضو رجع لأصله، هنعمل كوبي ونظلل على دي ونعمل بيست. هتلاقي الكلام رجع لأصله برضه. ننزل على الصفحة اللي تحتيها، هنحدد كل الصف كله زي ما انتوا شايفين، مؤاخذة هنحدده تاني، حددناه وهندوس كوبي، هنمسح ده كده وهنعمل بيست. هتلاقي الكلام رجع لأصله. طيب الكلام على الشمال، هنقف اي حتة صفحة هنا فاضية ونعمل رايت عشان يبقى ايه على اليمين.
نيجي نعمل هنا كنترول A ونعمله كوبي، ونيجي هنا ونعمل بيست، هتلاقي الكلام رجع لأصله، وبس هيكون مجرد انك هتنسق فقط ولا لا غير، يعني انك هتنسق بس ولا غير. هنيجي على الصفحة اللي بعديها نفس القصة، هنظللها كلها وناخده كوبي، وهنا بس نمسح الكلام اللي فات ده ونعمل بيست، هتلاقي الكلام كله رجع لأصله. هنعمل له كنترول A ونعمل كوبي، هنا نعمل بيست، هنلاقي الكلام رجع لأصله بالظبط، هتلاقي الكلام رجع لأصله بالظبط. هنلاقي الصفحة الأخيرة بقى هنظللها كلها، نعمل لها كوبي، هنمسح هنا الكلام ده كله معلش، هندوس بيست، هتلاقي الكلام ما شاء الله رجع لأصله. هناخده كوبي وهنا هنعمل له بيست، نفس القصة هننسقه عشان نرجع لوضعه كده ونخليه على اليمين كده. هتلاقي معاك الكلام كله رجع لأصله بطريقة سهلة وبسيطة، مش عليك بس إلا التنسيق. أتمنى يكون الدرس عجبكم، أتمنى يكون استفدتم من الدرس، بس يا ريت تدعموا صفحتنا على الفيسبوك بالإعجابات والتعليقات والآراءات، وكمان أوعى تبخلوا علينا على قناتنا على اليوتيوب، تشتركوا في القناة وكمان تفعلوا الجرس، واستنوا مني دروس تانية كتير على صفحتي على الفيسبوك وكمان أفراحنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.